مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة في كل مكان، أهلا بيكم حلقة جديدة مميزة من طبيب الحياة، وزي ما عودناكم تقديم كل ما هو جديد في عالم الطب وأفضل الأطباء في جميع التخصصات وأيضا أفضل المراكز الطبية. هيكون منورنا النهاردة من داخل الحلقة طبعا زي كل يوم اثنين أستاذ دكتور سامح صادق، أستاذ جراحة تجميل بجامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك، وأيضا دكتور ناني سراج الدين استشاري التغذية العلاجية. مستنيين كل أسئلتكم وتساؤلاتكم على الصفحة الخاصة في بينا صفحة طبيب الحياة على الفيسبوك. هنروح لفاصل صغير ونرجع مرة تانية. الحياة في كل مكان، أهلا بيكم. فقرة جديدة مميزة، فقرة يوم الاثنين، يعني الجمال يعني التجميل. أكيد كل سيدة وكل رجل بيهتموا بتنسيق القوام وإن هم يكون عندهم رشاقة في جسمهم. النهاردة حاولنا نجمع مجموعة من الأسئلة اللي جات لنا على صفحتنا، صفحة خاصة بينا طبيب الحياة على الفيسبوك، بس بتخص تكبير وتصغير الثدي. بما إننا اتكلمنا عن التجميل وفقرة يوم الاثنين عن الجمال كله، فأكيد معانا ملك التجميل أستاذ دكتور سامح صادق، أستاذ جراحة تجميل وبجامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك والحاصل على البورد الأمريكي في جراحة التجميل. اهلا بيك يا دكتور سامح، وحشتنا. والجمال كله يعني حضرتك، ربنا يخليك يعني يا رب. احنا لسه كنا بنتكلم عن التجميل يعني دكتور سامح، يعني الفقره اللي مستنيينها سيدات بصراحه ورجال كمان. بس في البدايه دكتور، لو في سيده عايزه تعمل عمليه تكبير او تصغير الثدي، بتبقى المشكله في الاختيار، يعني اختيار الطبيب هو الازمه او اللي ممكن يجمل العمليه او يخليها تقبيح او تسوق، او الموضوع يبقى سيء قوي يا دكتور لو راحت لجراح مش شاطر؟ يعني الازمه بتبقى في الاختيار. صحيح. هو بس احنا الاول ايه عايزين ندي عنوان كاتش كده للحلقه، مثلا ايه الهزل والجد في السيليكون والشد، او السبت والحد في السيليكون والشد. ايوه لازم يعني الفكرة، زي ما الفكره ما تعديش كده ابدا. وده سؤال مهم. هو هقول لحضرتك، احنا لو هنعمل مثلا هناخد حاجه زي التكبير الثدي، احنا عندنا الابروتش اللي هو ازاي بنوصل عشان نحط السيليكون بتاعنا اللي هنشرح عنه بعد شويه. مثلا عندنا الهاله البني اللي حوالين اللي في الثدي، هل هنفتح فوق، هل هنفتح تحت، هل هنفتح تحت الثدي، هل هنفتح من البطن وندخله بالمنظار. كل دي حاجات الدكتور اللي بيختار. فلو حضرتك دكتور بيعرف يعمل 10 تكنيكس هيبقى افضل، ولا واحد بيعرف يعمل حاجه واحده بس؟ لو اللي بيعرف يعمل حاجه واحده بس عمره ما هيعرف يختار الاحسن للمريضه، لانه مش كل الناس زي بعض. تاني حاجة، لو واحد عامل 1000 واحدة غير واحد عامل 5 أو 10. تالت حاجة، دي نصيحة بقى للناس كلها، لو الدكتور رخيص غالبا هيبقى مش كويس. يعني ما يسترخصوش يا دكتور عشان زي ما احنا بنقول ده جسمهم. لا هنبتدي على طول في الأسئلة اللي جات لنا. ندى عندها 19 سنة وبتعاني من صغر حجم الثدي، إيه أفضل طريقة تكبير الثدي وإيه الوقت المناسب؟ وبتسأل حضرتك، يعني ناس كتير بيقولوا لها بينصحوها بالسيليكون، فهل ده مناسب لسنها ولا لا؟ 19 سنة. هو من اول 18 سنه احنا نقدر نحط السيليكون. والحقيقه في امريكا دلوقتي بقت هديه البنت اول ما تتم 18 عيلتها يدوا لها الهديه سيليكون العمليه. دي الهديه بتاعتها. صحيح. اوكي. بدايه الحكايه دي بريتني سبيرز المغنيه المعروفه، وبعدها الناس كلها بقت تعمل زيها، لانه عند 18 سنه بالنسبه للبنت النمو بيبقى اكتمل. غالبا بتبقى صغيره في لو حجم الثدي عندها صغير بتروح لدكتوره الجلديه او دكتوره النساء او دكتوره المش عارف ايه، بتقول لها ما تكبري ولا ما تتجوزي وما تخلفي. الكلام ده كله طبعا كلام حقيقي، لانه الغدد اللبنيه ليها عدد. العدد ده هيزيد ازاي؟ بالمخ يعني. يعني ملهاش علاقه بالوزن او السن اطلاقا. وسنها مناسب جدا لاجراء العمليه في الوقت ده، لان في ناس كتير قالوا انت لسه صغيره، هي كاتبه يعني وبتقول في ناس كتير نصحوها بالسيليكون بس لما تكبر شويه. ما هو ده اللي حضرتك، ان هم نفسهم الناس اللي بيقعدوا قدام الماتش يقعدوا يفتي يقول لك اصل جوهري كان نازل لازم ينزل مش عارف مين، لازم يتدخل، وهو عمره ما لعب كوره اصلا، هو بس بيعرف يتفرج. اكيد لازم تلجا للطبيب. طيب اسماء بتقول، مش كاتبه سنها، بتقول هي يا دكتور في حشوات للسيليكون بتسبب سرطان؟ السيليكون ما بيسببش سرطان اطلاقا. أوه. الكلام ده موجود على الانترنت على موقع الاف دي اي في امريكا، وجوجل بيترجمه لنا، نشكر لهم يعني الموضوع ده. فاللي ما بيتكلمش انجلش وما يعرفش يقرا البتاع دي يروح بس وجوجل هيترجم المعلومات دي كلها. ده كلام بناء على احصائيات، نتكلم. أوكي. الكلام العلمي مش الكلام اللي هو بتاع الايه القلبي اللي هو اصلا انا مش عارف اخاف شويه اصلا. لا، احنا يا اما نتكلم الصح يا اما لو خايف بقى ده موضوع تاني، لكن نقول الصح بس. دي اهم حاجه. ساميه بتقول، ايه الافضل لعلاج الثدي المترهل؟ التكبير الذاتي بالانسجه ام استخدام الحشوات؟ لو في انسجه كافيه في جوانب الثدي احنا بناخدها ونلفها على بعضها ونعمل منها حاجه تكبر الثدي، يبقى ده تكبير ذاتي. لكن لو ما فيش انسجه كافيه لازم هنستخدم سيليكون. اوكي. دكتور، يعني حضرتك بتقول مثلا
لازم المريضه تيجي ونعمل الفحوصات وتكون عارف تاريخ المرض بتاعها عشان تختار لها الحاجه المناسبه. ما ينفعش كده يعني، حتى الاسئله دي احنا بنجاوب عليها كده لمجرد النصيح، لكن طبعا لازم التفاصيل صحيح. السن ولو كان عندها مرض او حاجه، لان في معوقات زي ما احنا بنقول. طبعا صحيح، واحنا عايزين المريضه وهي رايحه عند اي دكتور تبقى عارفه هي هتساله على ايه، وتبقى عارفه هو هيهتم بايه وهيشرح لها ايه عشان تعرف هو بيعرف يعمل ايه. يعني حضرتك بتقعد تتكلم مع المريضه دكتور بتفهمها ولا صحيح. بتعمل اللي حضرتك شايفه صح؟ لا انا لازم افهمها وتختار، لو هتختار غلط مش هعملها. لكن لازم افهمها الصح عامل ازاي، ولازم الدكتور يقضي وقت كويس مع المريض، يتكلم معاها، يعرف هي بتفكر ازاي، يشرح لها، يوريها صور، يرسم لها، يقيس مقاسات، ويقول لها انا هعمل كذا بالطريقه الفلانيه. على الاقل يطمنها يعني ما تبقاش قلقان. اوكي، سوسن بتقول انا عندي مشكله ان حجم الثدي كبير وده بيسبب لي احراج، ايه افضل الطرق يا دكتور لتصغير الثدي، وهل اي عمليه ممكن اعملها، وهل ممكن تاثر على الرضاعه؟ هو ده، لازم تصغير الثدي بياثر على الرضاعه، بيقلل كميه اللبن، لان احنا بنصغر الانسجه بتاعت الثدي بنشيلها جزء. لكن درجه التصغير او الحجم اللي هنسيبه بنعرفه على اساس مقاييس معينه، اللي هو المحيط بتاع القفص الصدري، العرض بتاع الاكتاف، ليها مقاييس معينه الجراح بيبقى عارفها المفروض، وبيشرح للمريضه هو بيتعمل العمليه ازاي. يعني ممكن تاثر على الرضاعه. طب تستنى مثلا فتره شويه دكتور لو هي ناويه تحمل تاني وبترضع طبيعي؟ الافضل انها تستنى. كمان لو هي خلصت رضاعه، يعني مثلا مش ناويه تعمل تاني وخلصت رضاعه وعايزه تعمل التصغير ده، لازم تستنى بعد ما يكون اللبن اللي في صدرها وقف تماما. لانه برضو في بعض الناس بيستعجلوا، وبعض الجراحين كمان بيستعجلوا، فممكن يحصل التهاب في الجرح بسبب اللبن اللي موجود في الثدي ده، فتستنى فتره شويه لو مش يعني مش بيقف تماما. بيقف تماما. اوكي. وفاء بتقول هل هناك خطوره في عمليه تكبير الصدر بحقنها بالدهون، وهل هناك طريقه غير العمليات الجراحيه لتكبير الصدر؟ هو خايفه لان فعلا في ناس كتير قوي بتقول ان الموضوع ده مش هو حضرتك. مفيش طريقه امنه الا اللي هو الفيلر المؤقت للثدي، وده بيقعد من يومين لاسبوع. وده حاجه بتدوب تماما، لكن الدهون مش بتدوب او بتدوب الحقيقه، وبعدين بتسيب مكانها نقط لونها ابيض في الاشعه. النقط دي شبه اورام الثدي الخبيثه، الدهون اللي قبل كده، او ان في ورم حقيقي. مش بتبان يا دكتور؟ فلا. فالدهون ممنوعه انها تتعمل في امريكا الا على مسؤوليه المريض. وعدد قليل جدا من الدكاتره اللي بيعملها، عكس ما الناس متهيئ لها انه ده من نفس انسجه جسمي فده يبقى حاجه امنه. ده مش حقيقي خالص، خصوصا ان الثدي من جوه متقسم زي البرتقانه فصوص، فالدهون بتروح فيه فبيبقى متعرج وما هوش بطريقه يونيفورم. يعني طيب، يعني هي مش عايزه تدخل جراحي، فاحنا بنقول لها الفيلر بس ده مؤقت. من يومين لاسبوع. وتبقى تجدده عادي لو جددته كل اسبوع، يعني ما فيهاش مشاكل ولا اي حاجه. بالظبط. اوكي، الفيلر بقى يا وفاء. يسرى بتقول انا عمري 34 سنه وعندي سكر، وعايزه اعمل عمليه شد للجسم مع تكبير الصدر. هل العمليه دي مؤلمه، وهل بيؤثر السكر في العمليه، وهل يمكن الحمل بعدها ولا لا؟ العمليه الالم بتاعها بيختلف، يعني هو في الحقيقه العمليه بيبقى الشعور فيه شد، انه في حاجه ضيقه، وده وضع طبيعي لانه احنا يا اما كبرنا الصدر حطينا سيليكون، يا اما صغرناه وشدنا الجلد. لكن هو المفروض ان الالم محتمل جدا. في بعض الناس عندها تحمل الالم ضعيف شويه، فما نقدرش نقول لها مؤلمه او لا، لانه بالنسبه لحد مثلا، يعني انا بقعد احل لنفسي فيلر في المرايه، فانا بستحمل ده ومن غير بنج ولا حاجه. لكن في ناس تستحمل ده وفي ناس ما تقدرش. لكن هو عموما دايما بنقول حتى لو في الم احنا بندي مسكنات كويسه جدا. بس الاهم من ده كله بقى، في مثل الانجليزي بيقول نو بين نو جين، يعني لو فيش الم ما فيش فايده. ثالثا الالم بيروح واللي هيبقى الشكل الجميل. فدايما ما الواحد ما يخليش الحكايه دي هي اللي ايه تبقى عائق على ان هو يعمل حاجه لنفسه تخليه سعيد بشكله. دكتور، بس هي عندها السكر وعندها 34 سنه، ممكن ياثر على حاجه على الموضوع ده ولا ابدا؟ هو ما دام السكر مظبوط لمده شهر في حدود 140-150 الماكسيمم، ما فيش اي مشكله في اي عمليه جراحيه في الجسم. بس يكون هي محافظه، يعني هي لازم تاخد علاج السكر وتحافظ على النسبه دي وتكون بتقيس. بس انا قصدي ما بيتعرضش مع الشد. لا لا اطلاقا. طيب لو عايزه تبقى حامل بعدين، ده بياثر برضو ولا لا؟ بالنسبه للثدي مش هياثر، الا انه هيقلل اللبن زي ما قلنا. لو هي بترضع طبيعي. بالنسبه لو هتعمل عمليه بطنها، يفضل ان هي بعد ما تخلص حمل خالص. او ما تحملش لمده سنتين بعد العمليه. ليه يا دكتور؟ علشان احنا بنبقى شادين العضلات كمان مع شد البطن. فممكن بعد لو تحمل بسرعه قبل ما يبقى الورز دي قويه والشده دي ماسكه نفسها
وفي مكان طبيعي ممكن يفتح تاني ويرجع يترهل للبطن. اوكي. هاجر بتقول انا عايزه اعمل عمليه تكبير للثدي، وسمعت ان حشوات السائل وحشوات السيليكون مش امنه لان بعض الحشوات سيئه الصنع او مغشوشه، هل الكلام ده صح يا دكتور؟ وهل تكبير الثدي بالدهون اكثر امانا؟ واحنا قلناها بس الدكتور نسمع منك برضه. هو طبعا السيليكون فيه حاجات مغشوشه، لكن برضو دي حاجه مهمه قوي المريض لازم يهتم، المريضه تهتم بيها. احنا ما يعني مش بنستخدم، مثلا هتلاقي حضرتك الجراحين المعروفين اللي هم الناس اللي عندها عدد كويس من الحالات بيستخدموا نوع كويس، هو غالي بس نوع كويس جدا، واخد الموافقه بتاعت الاف دي اي في امريكا، بيدوا للمريضه كارت فيه ضمان 10 سنين. محمود حجاج زمانه مبسوط دلوقتي بتاع الشركه، بس يعني لكن ان هو في ضمان، في ايه بنشتريه في حياتنا بيدينا ضمان 10 سنين، فده حاجه قويه جدا، ده معناها انه منتج قوي جدا. لكن في حاجات بتتعمل في اوكرانيا والصين وحاجات مش مراقبه دوليا والبرازيل ومش عارف ايه، دي حاجات طبعا دي المغشوشه بقى اللي بتتكلم عليها، ودي الحاجه اللي هي الوحيده اللي الجراح يقدر يستخدمها لو هيعمل العمليه دي بسعر رخيص. يعني برضو ما تسترخصش وما تروحش للدكتور بيستخدم الماتيريال بتاعته مش اصلها. لو راحت عملت كده وحصل مضاعفات اوعدها انها هتيجي هاخد منها دبل الفلوس، فخلي بالك. اللي هي وفرتها هتاخد لما تيجي اصلح لك هاخد دبل الفلوس. طيب، وكانت بتقول تكبير الصدر بالدهون، هي سمعت ان هو اكثر امانا، حضرتك بتقول لا طبعا اطلاقا، مع انه من الجسم بس لا مش صح، كلام مش مظبوط ابدا. اوكي. وفاء بتقول عملت عمليه تكبير الثدي بالسيليكون من 6 شهور، وللاسف عندي احدى الثديين اصغر حجمه من الثاني، ايه السبب يا دكتور؟ وايه افضل حل الموضوع ده؟ عندها صدر كبير وصدر صغير. اهو ده اللي بنتكلم عليه. الجراح لازم بيقيس وبعدين بيختار المقاس بتاع الحشوه، وممكن ياخد للصدر الاصغر حشوه اكبر وللصدر الاكبر كبسوله او الحشوه اصغر. فدي حاجة مهمة جدا ان الجراح يكون عنده خبرة في الحكاية دي. ممكن يعني احنا كان عندنا حالة يوم الاربعاء اللي فات ان حاجة شبه كده يمكن تكون بتفرج علينا، وعملنا التكبير للناحية الصغيرة وتصغير للناحية الكبيرة، اماكن الجرح مختلفة، وعشان في النهاية يطلع الحاجة الصدر الجنبين زي بعض، هو في اختلاف طبيعي في كل ست، فرق صغير لكن ما يكونش فرق ملحوظ بصوره قويه يعني. طيب هي المفروض دلوقتي يا دكتور هي عاملاها من 6 شهور، ممكن تعمل عمليه ثانيه بعد 6 شهور؟ نقدر نصلح لها الحكايه دي. يعني صحيح. عادي امنه جدا بعد 6 شهور. تمام. اوكي. ايمان بتسال هل عندي تكبير الثدي بالسيليكون بيفضل طول العمر ولا لا يا دكتور؟ وبعد قد ايه لازم نغير الكيس؟ هو حضرتك كان زمان اول ما طلع الانواع الاولانيه بيبقى 5 سنين، وبعدين دلوقتي الانواع الجديده اللي هو الكوهيسيف والكوهيسيف 2 والحاجات اللي زي دي ممكن تقعد لغايه 25 سنه قبل ما تحتاج انها تتغير. ومع ذلك انا حضرتك شفت في امريكا ناس عاملين سيليكون من اول ما طلع سنه 69 وجات بعدها ب 20 سنه مثلا او اكثر 30 سنه وهو موجود، واللي هو النوع القديم خالص وما عملش حاجه خالص، لان السيليكون فعلا ما بيعملش حاجه. دكتور هو بيدوب مع الجسم ولا ابدا؟ هو بيفضل موجود زي ما هو، الجسم بيعمل حواليه كبسوله ويفضل قاعد فيها يعني مده طويله جدا. اوكي. ناديه بتقول انا في ال20 وعاني من صغر حجم الثدي بشكل ملحوظ، فهو تقريبا لسن فتاه صغيره في 11 او 12 سنه، واكثر من حد قال لها الموضوع ده وعلق عليها بنقص في حجم الثدي وكمان في وزنها، يعني هي وزنها كمان صغير، حيث انه كان 43 قمت بزيادته الى 51 في هذا العام، مع العلم ان طولي 159 سنتيمتر، ولكن دون نتيجه ملحوظه، ايه الحل يا دكتور؟ الحل ان هي تحافظ على الوزن عامل كده. نقدر نعملها سيليكون طبعا. لانه بنحطه ورا العضله فمش بيبقى باين. بيبقى شكله كانه حاجه طبيعيه. والوزن ده كويس جدا، لو 51 وهي طولها 159، لو زودت 2 3 كيلو كده يبقى كويس جدا. اوكي. غاده بتقول انا وزني 55 كيلو وطولي 152 سنتي ومتزوجه وعندي طفلين، الاول 5 سنوات والثاني 2 ربنا يخليهم لك، وكانت ولادتهم عن طريق العمليه القيصريه. مشكلتها بقى يا دكتور كبر حجم الصدر مع ترهل وبيزيد اثناء الحمل وبيستمر على ذلك حتى بعد الولاده، وكبر حجمه لا يتناسب ابدا مع جسمها. دي مشكلتها، وقال لنا بالتفصيل يعني، هي بتسمع كلام قوي، دي شاطره جدا. طيب لو هو مضايقها لانه الصدر هو كبير بيعمل الم في الرقبه وفي اسفل الظهر لانه بيغير مركز الثقل في الجسم فبنصغره، بس لازم تبقى هي عارفه ان لو هتحمل تاني وكده ممكن ما تقدرش انها ترضع البيبي لفتره طويله، يعني لان كميه اللبن هتبقى قليله، فممكن هتبدا تديله حاجه صناعي على الشهر الثالث او الرابع، مش هيكمل 6 شهور بس معتمد على صدرها وخلاص. اوكي. طب المده الزمنيه دكتور لاجراء العمليه دي بتاخد قد ايه؟
عملية تكبير الثدي بتاخد من نص ساعة ل 45 دقيقة قطعا. وعلى فكرة حضرتك احنا بقينا دلوقتي عشان الناس ساعات مش بتصدق يعني ان احنا لو في قرايبهم دكاترة مش عارف ايه حاجات زي كده بنخليهم يجوا معانا اوضة العمليات يشوفوا احنا بنعمل ايه وبيشوفوا ان العملية بتخلص فعلا من نص ساعة ل 45 دقيقة لو تكبير فقط من غير شد ولا رفع ولا حاجة. دكتور ممكن قبل ما تدخل العملية تختار هي حجم الثدي اللي هي عايزاه ولا لا؟ طبعا ممكن. طبعا أوكي. احنا بنشرح لها احنا بنتفق على الكب. احنا دلوقتي في اي مشدات الصدر بيبقى الناس برضو مش واخده بالها من الموضوع ده وده مهم. بيبقى في رقم 34 مش عارف ايه وبعديه حرف سي دي حاجات زي دي. الحرف هو حجم الثدي. الرقم 32 34 ده محيط القفص الصدري. فما تقولش ان صدري حجمه 36 لا ملوش دعوه ده محيط القفص الصدري. فاحنا بنقول لها انت مثلا لو الكب بتاعك ايه احنا هنخليه سي لان هو ده المناسب بالنسبه للفريم بتاع جسمك او البنيه بتاعه الجسم. لو هي عايزه اكبر احنا ممكن نعمل لها كده بس احنا بننصحها احسن حاجه ممكن بالنسبه لجسمها وبنوريها المقاسات. دكتور حد بيسال كم تكلفه عمليه تصغير الصدر وشده؟ تكلفه هتقولها؟ هو مش لا احنا ما عندناش مشكله هي بس عايزه اقول لحضرتك ان هو رينج للاسف يعني لانه على حسب اللي احنا هنعمله. فاحنا ممكن اني وير ما بين 20,000 ل 50,000 على حسب احنا هنعمل ايه. فما نقدرش نقول حاجه زي دي لانه على لازم نشوف المريض عشان نشوف هنقدر نعمل لها ايه. طيب هبه بتقول هل بتغير حجم الثدي مع تكرار الحمل والولاده ولا لا؟ طبعا بينزل اكتر بترحل اكتر. طب يا دكتور ما يعني يخلوها بعد الولاده على طول يعني ليه يعملوا قبل الولاده فهو كده كده هيتغير مع الرضاعه والحمل. طب ما السيده تعمل العمليه بعد الرضاعه والولاده. هو لما احنا بنحط السيليكون ده ورا العضله ورا الثدي نفسه هو بيبقى ماسكه فما بيحصلش كده الا بنسبه ضعيفه جدا. يعني بالظبط لان هو بيبقى ماسكه في مكانه. لكن هو لوحده لان حضرتك الثدي ده عضو خارج الجسم على فكره هو يا دوب الجلد شايله وهو منه للجاذبيه الارضيه اللي هي بتعمل كل المشاكل دي. فاحنا لما بنبقى حاطين ده بيبقى سنده فما بيحصلش الموضوع ده. فلو هو مضايقها بنقدر نحل المشكله ونتجنب لو في حمل تاني انه يحصل الترهل ده. طيب ام احمد بتقول هل يوجد بديل غير العمليه الجراحيه؟ احنا قلنا الفيلر. في حاجه تانية يا دكتور؟ ده للتكبير. الفيلر المؤقت. لكن بالنسبه للتصغير او الشد للاسف ما فيش. اوكي يعني لازم الجراحه. طيب في حد برضو مش باعت الاسم بيقول انا عندي 13 سنه والثدي بتاعها كبير فتعمل ايه؟ 13 سنه صغيره قوي يا دكتور. صغيره جدا دي ممكن والدتها بقى اللي بعدها. ما بنحبش ان احنا نعمل عمليات في الوقت ده زي ما اتفقنا الا لما يكتمل الحجم. لكن في بعض الاحوال اللي هو حاجه اسمها بريست جاينتيزم اللي هو كبير بصوره شديده جدا معيق للحياه ومؤثر في النفسيه ممكن نحتاج ان احنا نعمل تصغير. هو ما بيضرش اصلا لكن احنا بنبقى عايزين نعمله عند لما النمو يقف علشان نعمل العمليه مره واحده. لكن لو هو معيق للحياه مش قادر تلعب رياضه مش قادر تروح المدرسه نفسيته تعبانه ممكن نعمل لها العمليه بس قد نضطر ان احنا انه يكبر شويه تاني لانه النمو ما وقفش فنعمل نعيد العمليه مره تانية عند 18 سنه. طيب دكتور في سؤال بقى ناس كتير بيسالوه في طبعا منتجات بنشوفها وفي دعايه واعلانات كتيره قوي على اجهزه معينه تقدري تستخدميها في البيت واشتريها وكل حاجه وبتكبر منطقه الثدي وفي حاجات تانية ممكن تصغرها لك عن طريق الذبذبات. دي صح يا دكتور ولا دي برضو دعايه او اعلانات بس هدفها المكسب؟ لا انا هعمل اعلان عن طريقكم دلوقتي. لو في واحده عملت الجهاز ده لو في واحده راحت عملت الجهاز ده وجابت لنا صوره قبل وبعد ولقيت ان صدرها كبر وعندها اثبات بالتاريخ والصور ان هي شخصيا احنا هنديها ثمن العمليه اللي كنا هناخده منها لو احنا كبرنا لها صدرها هديه. مفيش خالص اطلاقا. يستحيل يستحيل مفيش حاجه اسمها كده. زي احنا بنقول بس زي الجيم والرياضه والحاجات دي في عضلات ممكن بتطلع بالرجال لازم حضرتك الرجال. عشان يملى ده العضله تبقى كبيره جدا. فهل في واحده هتروح الجيم زي بالظبط الناس اللي هي عامله تدبيس معده وترهل في الجلد وكده فتيجي واحده تقول لي مثلا ايه انا لو لعبت رياضه ممكن يشد هو يبقى الدراع واقع كانه اجنحه يعني. فطب انت هتكبري دراعك هيبقى زي ارنولد مثلا او حاجه عشان يقدر يملى اللي فاضي؟ شيء مستحيل. دي حضرتك كلها حاجات يا اما ناس عايزين ينصبوا على البسطاء اللي بيتفرجوا على التلفزيون او ناس مرضى عايزين يسمعوا حاجه تريحهم.
فيعملوا كده وهم عارفين داخليا على فكره في السب كونشس بتاعهم عارفين انه مش هيشتغل. او يبقى الناس طبعا اللي في الجيم والرياضه والحاجات دي احنا بنحبهم وبيعملوا حاجات كويسه جدا، بس ساعات بيقولوا معلومات غريبه قوي بتخلي الواحد يعني تحس ان كمان يعني مش كلام مش خالص. يعني مش معقول انت عايز يروح يلعب رياضه عندك وكل حاجه. فاين ويل دو ذات، هنعمل لك كده بس هنبعتهم لك بس لازم يعني حاجات تانية قبلها. يعني نعمل الحاجه الصح للناس، لانه كل ما الناس تتاخر وكل ما تجربتها تبقى سيئه لما بتيجي تعمل الحاجه الصح بتبقى متردده اكتر. فطبعا كلام مش ما يصحش يعني. طيب هبه بتقول انا وزني 53 كيلو وطولها 150 وهي لسه ما اتجوزتش بس مش بعت سنها قد ايه، وبتقول انا عندي صغر في حجم الثدي. دي بقى احنا بنعمل لها برضو لازم تشوفها طبعا، هي لازم تراجع الطبيب وبعدين هو يشوف الثدي عامل ازاي والحجم بتاعه، لانه ممكن على فكره ساعات تكون ما اتجوزتش ولا رضعت ولا عملت اي حاجه زي كده، لكن يكون مترهل يعني يبقى صغير وفي ترهل. فاحنا لازم نشوفها عشان نحكم. احنا نعمل لها بس تكبير على فكره، مثلا في انواع الحشوات اللي بنستخدمها السيليكون الكبسوله دي في منها دائري وفي منها زي الدمعه وفي منها اشكال يعني مرتفع عالي زي الهرم وفي بس عامل مدور كده. اختيار حاجه زي دي بيحتاج فعلا ان كل واحد عمل ده كتير قوي، لانه ممكن تكون هي عندها ترهل من الدرجه الاولى او الثانيه، فما نحط لها نوع معين من السيليكون يعمل الشد ده من غير ما نعمل اي جروح ولا اي حاجه ويكون مستخبي من الباط وندخله بالمنظار، يبقى كانها ما عملتش حاجه ابدا اصلا واتحلت المشكله من غير ما نعمل جروح ظاهره او كده. لازم الدكتور يكون عنده خبره، لازم تراجع الطبيب اللي يكون عمل الحكايه دي وعنده خبره. وعلى فكره الخبره دايما في امريكا يعلمونا ايه، الخبره مش بس ان انت تعرف تعمله، الخبره انك تعرف تتعامل مع المشاكل، هي دي الخبره الحقيقيه. تلاقي اللي بيسوق كويس هو اللي عمل حوادث كتير. صح. لانه بيعرف يتجنب ايه ويخلي باله من ايه. طيب دكتور، احتياطات ما بعد عمليه تصغير او تكبير منطقه الثدي دي مهمه جدا، ودي حضرتك بتكون خلاص يعني دور حضرتك مثلا انتهى هنا عند اجراء العمليه، بس المريضه المفروض هي بقى اللي تحافظ، تعمل ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك مثلا تقول لها في ملابس معينه ما تلبسهاش، ما تنامش مثلا على بطنها، في احتياطات ما بعد اجراء العمليه سواء تصغير او تكبير. طيب في حاجات المريضه هي لازم تعملها لنفسها او عشان العمليه، وفي حاجات المريضه هنطلب منها انها تعملها مع الدكتور. الاولاني ان هي لازم مش هتشيل حاجات تقيله، تتجنب انها تتخبط في المكان ده، مش هينفع تروح الجيم وتلعب رياضه لمده شهر، تتجنب سوق العربيه لمده 5 ايام. والحاجه اللي تعملها مع الدكتور ما تقعدش تضايقه الفتره اللي بعد العمليه ارجوكي، لان هو ده اخر واحد انت عايزه تخسريه بعد العمليه، انت محتاجه انك تخلي علاقتك كويسه بالراجل ده. طيب دكتور، في فرق بين حضرتك داخل تعمل عمليه لرجل بيعاني من كبر حجم الثدي وبين سيده؟ يعني في فرق في الصعوبه، في فرق مثلا في الاحتياطات اللي حضرتك بتقولها له بعد اجراء العمليه، ولا الاثنين حاجه واحده؟ هقول لك على سر غريب جدا. الراجل لما يبقى عنده ثدي كبير بتبقى العمليه ابوخ بكتير واصعب. يا دكتور مش بتبقى اقل؟ لا يعني خلاص. مهما يكون الراجل بيعاني من كبر حجم الثدي بس بتبقى اقل من سيده. صحيح. ده بالمناسبه اقل او اصغر، على فكره بقى الجراح الشاطر اللي يعرف يعمل شفط مثلا بالنسبه لشفط الدهون في الكميه الصغيره، لان دي لو في تعرج في مش عارف ايه هتبان اسهل. لكن لو داخل ينزح البانيو بجردل مش هيبان حاجه. لكن بالنسبه للراجل الثدي احنا محكومين بالفتحه في اللون البني اللي في الهاله اللي بتاعت الثدي دي. لو عملنا له اي حاجه من الحاجات اللي بنعملها للست اللي هو من حاجه تحت الثدي او حاجه طوليه او مش عارف ايه بياخد وقت اطول بكتير عشان يروح. عرفنا ان الراجل اصعب كمان، مع انها تبان اسهل بما ان هو ما عندوش دهون كتير، لكنها بتبقى مشكله حضرتك لا تتخيلي نفسيه رهيبه جدا. طبعا. وفعلا حاجه بتبقى محتاجه ان احنا نتعامل معاها ونحلها للشخص ده يعني. طب دكتور عايزين حضرتك نصايح بقى عامه لاي شخص سواء رجل او سيده بيعانوا من كبر او صغر حجم الثدي، نصايح عامه تقول لهم ايه يا دكتور سواء قبل العمليه او اثناء العمليه مثلا؟ حضرتك بتستخدم ايه، بنج موضعي ولا كلي؟ بنج موضعي مع تخدير وريدي. الناس بتوع التخدير بتوعنا دكتوره شاري والناس التيم بتاع التخدير شركائنا في النجاح ناس يعني ممتازين جدا، فبيخلوا المريض مرتاح كومفورتبل. وبعد العمليه نوع الكوكتيل اللي بيتعمل عشان ما يبقاش فيه الام دي حاجه كويسه جدا. لكن قبل العمليه بنحب ان المريض المدخن يوقف تدخين لمده اسبوعين قبل العمليه باسبوعين.
اوكي مش بعد العمليه؟ لا قبل العمليه باسبوعين وبعدها طبعا شويه علشان التئام الجرحي بيبقى احسن، الدوره الدمويه بتبقى احسن واسرع، الالتئام بيبقى اسرع. تاني حاجه بنحتاج ان المريض او المريضه طول ما هو بيفكر يعمل العمليه او لسه ما عملش ان يلبس نوع من المشد عشان ما ينزلش اكتر من كده. حاجه قويه بالنسبه للرجاله، في حاجه زي فيست بيتلبس تحت الهدوم بيبقى ضاغط على الجلد ده عشان ما يقعدش يترهل بعد لما تقرر تعمل العمليه، لانه العمليه بتبقى اصعب كل ما ينزل اكتر. تالت حاجه انها تحافظ على ظهرها، لو الصدر كبير جدا بالنسبه للستات تلبس حزام ظهر او حاجه تعمل نوع من السبورت او تسند عضلات الظهر لغايه لما تقرر تعمل العمليه، علشان ممكن نوصل لمرحله ان تقوس الظهر حتى بعد ما اصلح الصدر الالم ما يتصلحش على الاخر. اوكي دكتور، اكيد النصايح دي مهمه جدا ولو اتبعوها وزي ما حضرتك يلجأوا للطبيب الموثوق فيه مش بس رخيص، فاحنا بنسترخص شويه عندنا هنا كده وفي جسمنا فبنروح لاي دكتور بيستخدم ماتيريال رخيصه فبيبوظ وبيجوا لك في الاخر، فخد الدبل زي ما حضرتك او التريبل يعني براحتك يا دكتور. بشكر حضرتك جدا دكتور سامح صادق ونورتنا ومستنيين حضرتك وكلامك الجميل ان شاء الله كل يوم اثنين كالعاده. بشكر حضرتك استاذ دكتور سامح صادق استاذ جراحه التجميل بجامعه كولومبيا الامريكيه بنيويورك والحاصل على البورد الامريكي في جراحه التجميل. استنونا ان شاء الله فقرات جديده قادمه من طبيب الحياه، احنا كل يوم معاكم من السبت الاربع من الواحده حتى الثانيه ظهر، نروح لفاصل نرجع مره ثانيه. مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه الحياه في كل مكان، اهلا بيكم فقره جديده مميزه من طبيب الحياه. في ناس كتير بتحب يكون جسمها حلو فبتضطر تعمل ريجيم، في ريجيم سريع يعني في ناس كتير قوي بتنزل في الاسبوع مثلا 3 كيلو ولا 2 كيلو او كده، فهل الريجيم السريع ده ممكن يسبب تساقط الشعر؟ جات لنا اسئله كتيره جدا على الصفحه بتاعتنا عن تساقط الشعر مع الريجيم، هنجاوب على الاسئله دي مع الدكتور المنورانا النهارده الدكتور نايس راج الدين استشاري تغذيه علاجيه وايضا عضو الجمعيه المصريه للسمنه وعضو الجمعيه الامريكيه للتغذيه. اهلا بيك يا دكتور وحشتينا. وايه القمر ده؟ الصيف بقى والوانات الصيف منورانا يا دكتور. دكتور زي ما قلت في الانترو بتاعنا ان في ناس كتير بتعمل ريجيم عشان تخس وحابه ان جسمها يكون جميل ورشيق، بس ليه اضرار او بيعمل عيوب تانية خالص في اماكن تانية زي الشعر بسبب تساقط الشعر. انا خدت بالي في المقدمه وانت بتتكلمي قلتي الريجيم السريع للناس اللي بتنزل 2 3 كيلو، لا الريجيم البطيء او الصحي بينزل من نص كيلو لكيلو ونص في الاسبوع. وفي الحاله دي مفيش خوف على الشعر تمام، خلاص ده الرجيم العادي اللي احنا بنتكلم عليه الصحي المظبوط اللي احنا بننزل فيه حوالي 500 سعر حراري في اليوم. والحلقه الجايه ان شاء الله انا ناويه ان احنا نتكلم عن ازاي ننزل 500 سعر حراري بشكل طبيعي. 500 يا دكتور في اليوم؟ 500 في اليوم، ازاي نقدر نشيلهم من اكلنا بحيث ان احنا في نهايه الاسبوع ننزل من نص كيلو لكيلو ونص وما نبقاش خايفين بقى من حاجه. حلو. انما النزول السريع اللي احنا بنتكلم عليه هو 4 كيلو 5 كيلو في الاسبوع، ده اللي اسمه ده اللي احنا بنسميه نزول سريع للوزن. ده ممكن يصاحبه فعلا سقوط في الشعر او تساقط الشعر. ليه انجي؟ لان احنا الدهون الموجوده عندنا في جسمنا هي اللي بيتخزن فيها الفيتامينز اللي هي خاصه بالشعر والضوافر. كويس؟ ونضاره البشره في نفس الوقت. فلما بنخس قوي بتخسري كميه الدهون دي بالفيتامينات اللي فيها. فهمتي ازاي؟ عشان كده كمان في اسباب تانية كتير لتساقط الشعر مش بس الرجيم السريع. يعني واحنا مظلومين الحقيقه في الحكايه دي. الفكره دايما يا جماعه قبل ما افكر في رجيم او في الدايت اللي انا بعمله لازم افكر اكسكلود او يعني استبعد انه يكون في اسباب مرضيه لسقوط الشعر تساقط الشعر. مرضيه وساعات وراثيه يا دكتور صح؟ طبعا طبعا. بصي احنا انا مش هتكلم عن الشعر من ناحيه الجلديه يعني انا هتكلم من الجزء بتاع التجميل اللي له علاقه بالتغذيه العلاجيه. الامراض اللي هي بنشخصها ونقول انه بيبقى من اعراضها تساقط الشعر ولها علاقه بالسمنه كمان في نفس الوقت. زي ايه؟ بتجيني عيانه تخينه مليانه قوي او وزنها زايد مش عارفه تنزل وزنها. الوزن ثابت ومش عارفه تنزل، بتتخن من اقل حاجه تقول لك حرقي ضعيف جدا. العيانه دي ممكن يكون عندها كسل في الغده الدرقيه، طب ما هو في اعراض ثانيه لكسل الغده الدرقيه بيصاحبها تساقط في الشعر. زي جفاف في الجلد، زي دايما تحس انها همدانه وعايزه تنام. ما بيكفيهاش عدد نوم ساعات كتير جدا. ما بتقدرش على المجهود الطبيعي اللي كانت بتعمله زمان. دايما عندها هبوط كده. ايوه يعني مقريفه وديبريشن كمان بيبقى معاها اكتئاب كمان وتبقى مش قادره تقوم يعني ما تقدرش تطلع سلم، ما تقدرش تتحرك الحركه الطبيعيه. دي بتبقى غالبا مشاكل غده درقيه، بيصاحبها دايما تساقط في الشعر. هل انا بقى اجي اعمل دايت؟ ها واقول ان ده السبب؟ لا، انا لازم اعالج الاول مشكلتي
طبعا احنا بنعرفها بالتحاليل وبالاعراض أكيد. وبعد كده نعالجها الشعر هتلاقيه بيتحسن كمان في نفس الوقت. حاجات تانية عندك زي تكيس المبايض. تكيس المبايض من الحاجات اللي بتبقى موجوده عند كتير قوي 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 منتشره جدا. ان انا يجي لي عيانه الاقي انها عندها تكيس في المبايض مليانه. دول بييجوا يشتكوا من سمنه. بيجي دكتور النساء يقول لها لازم تنزلي شويه علشان هرمونز بتاعتك تتظبط كويس. بيبقى معها اعراض تانية غير السمنه، منها تساقط الشعر، ظهور الحبوب في الوش. في بهالات سودا بيبقى فيه كمان. لا بتبقى منفوخه قوي، حاسه انها منفوخه ميه. يوجوالي بتبقى فيه ووتر ريتنشن او يعني بتبقى فيها ميه كتير. بتبقى البيريود يعني بتاعتها مش منتظمه. مينلي عشان تبقى عارفه، بس عشان تبقى كل بنت فاهمه يعني ايه مش منتظمه. هتقول لك كل شهر بتجيني في نفس الميعاد، لا ممكن تيجي مره خفيفه ومره تقيله، دي اسمها مش منتظمه. دي بيبقى مصاحب معاها سمنه ومعاها تساقط في الشعر. شايفه تساقط الشعر في كام حاجه؟ محدش عارف يا دكتور يعني. ما هي للاسف الاعراض دي محدش يعرف. للاسف احنا مبقاش عارفين، وتبقى فاهمين ان احنا مشكلتنا كلها وحلها في ورقه الجيم. لا احنا لازم نعالج الاول السبب وبعدين نبتدي نعمل الدايت بتاعنا المظبوط. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا عندي ريجيم انا بعمله مثلا او بركز عليه وانا بعمل لحد شعره بيقع، بحيث ان انا ارفع عنده الحديد والبروتين والفيتامينز وكده، بحيث ان هو نقدر نعوض الحاجات اللي فقدت دي او المفقوده، الفيتامينز المفقوده، والشعر يبتدي يطلع تاني. يعني دكتور، ما كنت لسه اسالك يعني في برنامج غذائي مثلا متكامل، انا بعمل ريجيم هنا حضرتك هتبالي على برنامج غذائي متكامل ممكن يخليني احافظ على شعري ما يخلينيش ابقى وشي دبلان شويه كده او تعبانه على طول؟ والحديد كمان يا جماعه كمان عيان الانيميا. انا عرفت ان الحديد عيان الانيميا كتير ملوخيه اكتر من السبانخ، دي معلومه جديده. عيانين الانيميا على فكره كمان شعرهم بيتساقط. الحديد مهم قوي للشعر، الحديد والزنك والنحاس. فيتامين اي، فيتامين الف يعني بي، فيتامينات كلها، والحديد مالي. برضو الحديد مشكله مهمه جدا، كتير قوي ناس انامك، بنات كتير وستات كتير، نتيجه الحمل المتكرر والولاده المتكرره، وانه بيبقى فيه بيريد كل شهر، فالبنات عموما بتبقى عندها دايما نقص حديد. في شويه تيبس كده عايزين نقولها برضو للناس اللي عندها انيميا، علشان دايما تبقى عارفه ازاي تزود امتصاص الحديد من الاكل. يعني ممكن تكوني بتاكلي اكل فيه حديد بس انت بتعملي تصرفات مش صح مع الاكل ده بطريقه معينه تخليكي ما تمتصيش حديد كفايه. كويس. زي ايه؟ يعني مثلا لو اخذتي حاجه فيها كالسيوم مع حاجه فيها حديد الجسم مش هيمتصها. اوكي. فلازم ناخد معاها فيتامين سي. طيب الحلول الثانيه يا دكتور غير الريجيم ايه؟ بصي للشعر، تساقط الشعر في العياده هتلاقي بقى عندنا في المركز يعني دكتور اخصائي التجميل والجلديه بيبتدي يدي ميزوثيرابي، حقن ميزوثيرابي. انا قبل كده قلت لك حاجه مهمه قوي انجي، انه الاكل لوحده ما بيوصل، يعني حاجات بسيطه قوي من الفيتامينز اللي بتوصل للبشره والشعر. فمهم قوي عشان تبقى بشرتك حلوه وفيها نضاره وشعرك حلو انك تحطي الحاجه دايركت على الشعر او على البشره. تخيلي مش عن طريق الاكل. عارفه اهلنا زمان لما كانوا يعملوا ماسكات وكنا نتريق عليهم ونقول ايه يعني ايه يعني، طب ما تاكليه ليه بتحطيها؟ بالعكس طلع انه فعلا دي حقيقه. ان انت لما تحطي ماسك من حاجه طبيعيه، يا مثلا الشعر، عشان في ناس بس تقول شعري جاف فيحطوا مايونيز وصفار بيض وعسل وافوكادو. افوكادو مثلا ده ماسك من الماسكات بتتحط على الشعر بالطريق. احنا كنا نقول لا، طب انت ممكن تاكلي شعرك بيتساقط ليه بتحطي عليه زيت جرجير او بتحطي عليه عصير جرجير؟ طب ما تاكلي الجرجير. لا الحقيقه ان انت فعلا الحاجات الطبيعيه عشان الشعر يمتصها ويستفيد منها لازم تتحط. فالميزوثيرابي من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في العياده بشكل منتظم. بمد فيه الجلد والشعر بالفيتامينز اللي نقصت، عشان كده الشعر كان بينزل. بطريقتين، طريقه الحقن مباشر بيحقنوه، او بطريقه ديرما رولر بتبقى عباره عن روله كده كلها دبابيس بتتعمل حتى في البيت. يعني احنا بنعلم العيانه ازاي تعملها في البيت، بتمشيها على شعرها بطريقه بتفتح المسام وتبتدي تحط بقى الفيتامينز او المحلول اللي الدكتوره بتديه لها وتبتدي تستخدمه بانتظام لحد ما تلاقي فعلا الشعر بيقوى بياخد كل الفيتامينز. بقى قد ايه تستخدمه دكتور؟ حسب كل حاله. مش اقل من 8 جلسات عشان طبعا يديها النتيجه. مش اقل من 8 جلسات بس حسب كل حاله طبعا. انت عندك حاجات تانية بتحتاج معاها جروث فاكتورز، حاجات عوامل مساعده يعني او
انا مش عارفه اترجم يعني او المساعده حاجات مساعده تخلي الشعر يطلع اكتر يعني حسب حسب الحاله اذا كان تساقط الشعر كتير قوي ولا قليل. على هذا الاساس بتبتدي الدكتوره تحدد. قبل ما اسيب موضوع تساقط الشعر والشعر عموما في ناس كتير بتصبغ شعرها طبعا الصيف بقى واحنا يعني ايه عارفين السيدات بيحبوا يغيروا ففعلا من الصبغات يا دكتور الحاجات دي كلها بيحصل تساقط برضو أكيد. تعالجه ازاي ممكن تحط برضو يعني انفعالات الوصفات الطبيعيه اللي احنا بنعملها في البيت الجرجير زي ما قلت لك الحاجات دي طبعا بس انا عشان ده مش يعني ده مش شغلي قوي لكن اقدر اقول لك انه في حاجه تانية غير الميزوثيرابي مثلا في العياده انت في عندك البي ار بي او اللي هو البلازما انه بتاخد حقن البلازما ايوه سمعتي عنها طبعا بتاخد عينه من الدم وتبتدي تفصل وتطلع البلازما دي مليانه بروتين فتبتدي تحقنها في الشعر انا زي ما قلت لك البروتين مهم قوي للشعر علشان يبتدي يقوى وياخد الحاجات المهمه او العناصر المهمه اللي تخليه قوي فلازم تدخل غير الوصفات الطبيعيه اللي احنا عارفينها يعني ده مع ده ده مع ده طبعا وبيديها نتيجه يا دكتور يعني نتيجه هايله بس عارفه احسن علاج ايه الاستمراريه الاستمراريه الاراده طبعا يعني ما تعمليش مره واثنين وبعدين تنسي الموضوع الشعر بالذات لان احنا عندنا عوامل كتير قوي الميه مش حلوه قوي التعرض للشمس الصيف والحر البيبي ليس والحاجات اللي احنا بنقعد نستخدمها كتير دي الدايت الغلط زي ما نرجع تاني لموضوعنا رجيم الغلط ان انا عايزه انزل بسرعه فابتدي احرم نفسي مثلا من البروتينز وابتدي اخد كربوهيدرات بس لمده فتره طويله افضل فتره طويله باخد كربوهيدرات بس طب ما انت هتجيبي البروتين منين عشان شعرك يستفيد فاهمه قصدي دكتور الاصل شعر كتير ده ممكن يمنع من تساقط الشعر او يرجع الشعر تاني حيويته ولا لا برضه دخلتي في موضوع انا بسالك بس دكتوره مش هسيبك يعني انا عايزه شعر مهم قوي بالنسبه لي قوي قوي يعني لكل بنت والله بس انا مش عايزه ادخل في موضوع تاني مش عايزين نسيب الموضوع عايزين نسافر خلينا بصي انجي انا بتكلم يعني او عايزه ادخل في الموضوع ده بعلاقه العلاقه بين السمنه والتغذيه العلاجيه ها وكل المشاكل اللي احنا بنتعرض لها اوكي يعني فاهمه طيب دكتور هنروح نشوف تقرير نرجع ورا تانية نكمل بقيه اسئلتنا جهاز اللايبو كرايو بيشتغل على ثلاث مراحل اول مرحله الفريزنج تحت درجه ماينس 4 بيبتدي يركز على الخلايا الدهنيه ويجمد الدهون اللي فيها وبعدين دي بتاخد فتره حوالي ثلث ساعه وبعد ما بنجمد الدهون كويس قوي في المنطقه اللي احنا عايزين نخسسها بنبتدي نشتغل عليها بالكافيتيشن يدخل على طول بتدخل الاشعه تكسر الخلايا اللي تم تجميدها اللي هي الخلايا الدهنيه بشكل خاص دي برضو بتاخد لها فتره ثلث ساعه ثالث مرحله بقى اللي هي الار اف اللي هو الجهاز الراديو فريكوانسي اللي بيبتدي يشد الجلد المترهل يعني هو مكان ما انا دوبت الدهون في مكان فيبتدي الجلد يبقى لوس فانا بعمل جلسه ثلث ساعه كمان من الار اف علشان يشد الجلد ده عشان ما اسيبش مكان مترهل مكان ما دوبت الدهون الجلسه دي المفروض تكون مره في الاسبوع مش اكتر من كده لان الجهاز قوي جدا ومش المفروض ان تكون اكتر من كده وشامل كل الحاجات اللي الجلد محتاجها اثناء تدويب الدهون بنستنى لحد الاسبوع اللي بعده عشان تبان النتيجه يعني كامله وبنعمل بناخد مقاسات قبل الجلسه ومع الجلسه الثانيه بعد اسبوع عشان نشوف نزلنا كام سنتي طبعا مع رجيم مظبوط تاثيره بيبقى الحقيقه مش عادي يعني من الحاجات برضو الهايله وحسب كميه الدهون اللي موجوده بننزل من 2 سنتي ل 4 سنتي ولكن بنبقى متاكدين ان السنتيمترز اللي نزلت دي دهون فعلا لان هو من الاول تم تجميدها والقضاء عليها بشكل خاص فنتفرج مع بعض على الجلسه ونشوف بتتعمل ازاي دي مرحله التجميد تجميد الدهون درجة الفريزنج بتبقى ماينس 4 وبيبقى الجهاز مركز تماما على الخلايا الدهنية المرحلة دي بتاخد حوالي تلت ساعة هنا تبتدي مرحلة الكافيتيشن بنستخدم الجل بتاعنا
وهتبتدي تاخد تلت ساعه بالكافيتيشن، هيبتدي يجوف الخلايا الدهنيه او يكسرها اللي هي تم تجميدها قبل كده. مرحلة اللي هو الجهاز الـ RF دي كمان بتاخد تلت ساعة كمان. ده الجهاز ده بيحفز الجلد ان هو يطلع الكولاجين والإلاستين بتاعه علشان يشد تاني مكان الدهون اللي تم تكسيرها، عشان ما نسيبش العيانة بعد الجلسة عندها ترهلات. ودي برضو تلت ساعة كافية جدا، يعني تقريبا السيشن كلها بتاخد من ساعة لساعة وربع لحد ما نكون عملنا كل العملية دي على ثلاث مراحل، ونكون استفدنا من جهاز اللايفو ترايب. وبنقيس بعدها بالسنتيمتر كمان تاني علشان نشوف نزلنا قد ايه، وبيبين اكتر في الجلسة اللي بعدها بعد اسبوع قد ايه تم تكسير دهون. رجعنا مرة تانية دكتور، طبعا شفنا الجهاز، بس عايزة اشوف يعني اقول للمشاهدين اللي احنا شفناه دوت ممكن ينزل في الوزن مع الرجيم السريع ولا بالون المعدة؟ تاني احنا لازم ناخد بالنا، هو مش بينزل في الوزن، هو بينزل بالسنتيمتر. اوكي، يعني ما يبينيش في الميزان. لا الميزان يعني رجيم، هتعملي رجيم وتعملي رياضة هتنزلي بالميزان، لكن لما تحبي تنزلي منطقة فيها سمنة موضعية وعايزة تساعدي العيانة ان انت هي بتعمل رجيم، بس احنا بنركز على المنطقه دي فبننزل منها اكتر في الشيب. يعني ينفع في منطقه البطن او الكرشه؟ طبعا ينفع في اي مكان فيه دهون كتير. اوكي كويس. دي من الحاجات اللي بتسهل جدا بقى في الشيبنج. احنا دايما انا قلت لك انه الشيبنج عندي اهم من الوزن دلوقتي في الفتره اللي احنا شغالين فيها في الفتره الاخيره. ممكن في ناس بتعمل رجيم وبتبقى ريزيستنت وتنزل ببطء شديد جدا جدا على الميزان، بس تنزل بالسنتيمتر اكتر. تخيلي انها بتبقى سعيده جدا لانها بتنزل السايز بتاعها 2 او 3 في السايز، بتنزل فبيبقى باين. طبعا طبعا انا عايز اقول لك ان دي مفرحه جدا، وبتبقى بتبسط اكتر من الميزان نفسه. طيب بالون المعده يا دكتور؟ بالون المعده ده يعني مفيد مثلا في عايز اقول لك ناس كتير قوي بقى، الناس اللي هم الاوفر ويت يعني او الاوبيس، الناس اللي نقول الاوبيس يعني، عايز اقول لك ناس كتير جدا بتحس انها حاجه سهله قوي، واول ما تيجي اول تبقى داخله مش عايز تعمل رجيم، دكتوره انا عايزه احط بالونه المعده. احنا ليه فاهمين ان بالونه المعده ما فيش بعدها رجيم؟ مين قال كده؟ لا بالعكس، ده انت تعالي اقول لك ايه هي بالونه المعده اصلا. هي بالونه بتتحط فيها محلول او سائل معين تدخل في المعده فتملى حيز من الفراغ. كويس، فبيحس بالشبع، فالانسان يحس بالشبع. كويس. طيب ماشي، بس انت لازم هتاكلي باكل قليل جدا لفتره عشان تخسي. اوكي طيب، ايه رايك لو احنا عملنا الرجيم ده او احنا قدرنا نوصل لنفس النتيجه من غير ما نحطها؟ هتنفع يا دكتور؟ ازود الشبع ازاي؟ ازود الشبع بان انا ادي فايبرز كتير. خلاص، في ادويه بتبقى عباره عن الياف بس ما فيهاش كيميكلز نهائي، في رجيم معين بدي فيه الياف كتير جدا فيخلي العيانه حاسه بالشبع طول الوقت ومعدتها مليانه. معلقه الزيت اللي احنا بنديها مع السالاد دي من الحاجات اللي بتدي ساتايتي، بتخليكي دايما شبعانه. كويس. أوكي. بنشرب كوبايتين ميه بليمون قبل كل وجبه، فبالتالي انا مليت الفراغ قبل ما اكل. مع الوقت المعده بتبتدي تنكمش. فانت عملتي نفس الحاجه، المعده بتتعود على الاكل، بتبتدي تقل بتقل تدريجيا، فبتوصلي نفس النتيجه ممكن اسرع كمان من البالون. انت عارفه البالون بتقعد 6 شهور بعدين تتشال. طب مين الناس اللي تعمل البالون بقى؟ مين اللي فعلا المفروض ادخلها وما ناقشهاش؟ اللي يكون وزنها زايد 40% عن الوزن المثالي. كويس؟ او تكون عملت رجيم وفشلت 6 شهور متواصل. ساعتها ما اقدرش بقى، مش هنقاوح خلاص، احنا بقى لنا 6 شهور بنعمل رجيم وبنفشل. مش قادره تعملي كنترول، يا مش عارفه تاخدي الدواء بتاعك بانتظام، يا ما بتاكليش الاكل المظبوط اللي الدكتوره بتقولك عليه، ما بتعمليش الرياضه المفروضه، بتاكلي نوعيات اكل غلط. اوكي. بس انا عايزه اقول لك على حاجه برضو، حتى لو نوعيات الاكل غلط وركبتي البالون برضو مش هتخسي. برضو مش هتخس. فلا مفر من الاكل الصحي ولا مفر من الرجيم في الاخر، عشان بس لو الناس فاهمه ان انا بركب البالون وارتحت كده اكيد لا.
عملت اللي عليا خلاص واكل اللي انا عايزاه مش هينفع. مفيش حاجه اسمها كده اصلا مش هتعرف تاكل اصلا كمان هي هتعيش على السوائل فتره وبعد كده حاجات ماشت كلها مهروسه عذاب يعني. طيب الجهاز اللي احنا شفناه في التقرير ده دكتور ده ينفع مثلا لواحده وزنها 100 كيلو او 120 كيلو نستخدم لها جهاز زي دوت ولا لا؟ تعرفي انه مش كل واحده وزنها 100 و 120 تنفع؟ لازم يكون عندها سمنه موضعيه. يعني لو واحده جايه وزنها 100 او 120 ده سؤال حلو قوي. والتخن متوزع في جسمها كله، السمنه او الدهون متوزعه في جسمها كله، تنفع اشتغل باجهزه؟ لا. اجهزه بتشتغل بس على السمنه الموضعيه، ناس عندها بطن كبيره، عندها جناب كبيره، عندها في منطقه الظهر دي المنطقه اللي دايما بقول التنيات اللي ورا في الظهر فعلا ما بتنزلش. الدراعات لو الدراعات فعلا فيها دهون كتير. طب احنا ممكن نمسك منطقه منطقه كل فتره ولا ما ينفعش؟ يعني لو هي بتعاني من سمنه كليه مش موضعيه، الارداف والبطن والذراعين ممكن طبعا ممكن تساعدها طبعًا. يعني ممكن بس صدقيني الرجيم بيجيب نتيجه اسرع. يعني هتاخدي هيجيب نتيجه اسرع، بس دايما انا بنصح انه الناس اللي عندها سمنه موضعيه عندها بلج عندها مكان فيه كميه دهون كتيره دي بنحاول نساعدها انها ننزلها لها شويه بالسنتيمترز. طيب لو سيده كانت حامل وخلفت بعد قد ايه ممكن نستخدم لها الجهاز ده؟ في ترهل في بطنها، في زياده في الوزن شويه؟ بصي دايما احنا بنقول لو حامل وجابت بيبي اوريدي خلاص بعد 40 يوم ما نقدرش نستخدم اجهزه قبل 40 يوم من الولاده. اوكي لو لو هي والده ايه، قيصري ولا طبيعي؟ وات ايفر الاثنين زي بعض. ما بشتغلش قبل 40 يوم. نبتدي بقى ندخل على الاجهزه نبقى سيف تبقى الدنيا تمام ومفيش خوف من حاجه لا من جرح ولا من حاجه ولا. طيب دكتور حضرتك قلت لنا كل اسبوع هتكلمي عن نوع من انواع الرجيم. النهارده هنتكلم عن رجيم علشان نزود او يعني نعالج بيه تساقط الشعر. انا طبعا بدل ما اقعد اقول لكم الحديد موجود في ايه وايه وايه والزنك موجود في ايه وايه وايه فعملت لكم ميكس كده. احنا في الصيف فالناس في الصيف ما بتقدرش تاخد شوربه واكل مين ديش، لكن تقدر تاخد سلطات كتير. تقدر تاخد عصاير كتير. فركزت النهارده على السلطه والعصير، ان احنا اديكم نوعين سالاد او نوعين سلطه موجود فيها كل الايتمز المهمه للشعر. حاولي انك تمشي عليها فتره هتحسي بتحسن في الشعر. دي سلطه دي السلطه العاديه بتاعتنا اللي هي الطماطم والخيار والبصل الاحمر والجرجير بالليمون. زي ما قلت لك الليمون مهم قوي عشان سورس فيتامين سي. فيتامين سي بيخليني امتص الحديد كويس قوي. فحتى لو خدتيه عصير جنب السالاد مفيش مشكله. البصل الاحمر والخيار والبصل كمان فيه سيلينيوم وفيه زنك وفيه نحاس. بس البصل والحاجات دي كلها دكتور طبيعي تبقى فريش يعني طبعا ما تتحطش او على النار لا يا حبيبتي لا فريش. دايما دايما اتعودوا تاكلوا الخضار فريش عشان تستفيدي من الالياف بتاعته. اوكي في حاجه ثانيه برضو سلطه ثانيه عباره عن بنجر وجزر وجنزبيل. خلوا بالكم جنزبيل زي ما احنا قلنا بيرفع الحرق وفي فايبرز كمان في الياف. البنجر والجزر حلو قوي علشان فيتامين اي وبيتا كاروتين وعلشان سورس اوف ايرن حديد. العيانين الانيميا هيفرق معاهم كتير قوي، الناس اللي شعرها بيتساقط نتيجه ان عندها انيميا. برضو الليمون هيتحط كتير معاه ويتحط او عصير مثلا جنبه. في مشروبات تانية زي الشاي الاخضر طبعا ساقع ممكن نعمله ساقع على فكره، شاي اخضر بالمانجو او بالاناناس كمان من الحاجات اللي ممكن تزود او تقلل يعني تساقط الشعر. من التبس اللي انا عايزه اقولها مهم قوي في الحاله دي، يعني لما باجي اخد الـ 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 الحاجات اللي هي الخضار هاخد جنبه سورس اوف ايرن برضو او حاجه فيها حديد بس تكون حيواني. علشان امتص الحديد اكتر. زي ايه مثلا؟ يعني حته كبده مثلا، شويه لحمه مفرومه. فاهم قصدي؟ زي ما كنا بنعمل مثلا السبانخ باللحمه المفرومه. كويس. ليه بنحط السبانخ معلقه؟ عشان ده فيه حديد وده نبات وده سورس حيواني. الاثنين مع بعض بيخلوكي تمتصي الحديد اكتر وتستفيدي اكتر. لو خدتي حاجه منهم لوحده من غير التاني ما بتمتصيش حديد كفايه. طيب السلطات دي يا دكتور ممكن ياكلوها كل يوم؟ طبعا السلطه يعني كل يوم. ما تاثرش على تاثر ازاي؟ بالسلب؟ بالسلب. ملهاش اي مثلا املاح فيها؟ املاح مفيهاش؟ لا اشربي ميه كويس قوي. اشربي ميه معقول قوي. لكن طبعا السلطه هايله، منها هتخس هتنزل الوزن على قد ما تقدر. ومنها انه كمان هتبقى حاله الشعر افضل كتير وصحيا. فيتامينز فيتامينات كلها. ملهاش اي اضرار او اي مثلا حد بيعاني من ان عنده في جسمه موالح؟ بصي انا هقول لك على حاجه كمان يا انجي، هقول لك على قاعده كده دايما دايما نحطها في دماغنا واحنا بناكل. ان انا وانا باكل الطبق بتاعي بيتقسم ازاي؟ دايما السلطه ضعف البروتين. يعني لو انت هتاخدي ربع فرخه هتاخدي قدها مرتين صلح. ضعفها سالد. ويفضل يكون فيها ورق اخضر كتير جدا. كويس؟ في كالسيوم وفي حديد وفي كل الفيتامينز اللي انت محتاجاها لشعرك وبشرتك. وفي نفس الوقت هيديك الشبع
اللي انت يعني مثلا ممكن تاكلي طماطم وخيار ما تشبعيش. صح، فاهمه قصدي؟ مهم قوي معلقه الزيت اللي احنا بنقول عليه معلقه زيت الزيتون او زيت الحار عشان اوميجا 3، ومهم قوي الورق الاخضر زي البقدونس زي الكرفس زي ال، وشفنا كمان الجنزبيل والليمون، دول مش بينزلوا الورق، دول بيساعدوا على زياده معدل الحرق. هنشوف كمان مقادير جديده زي ما احنا عودناهم في فقره دكتور نانيس، معانا مجموعه من المقادير كل فقره. هنشوف ريجيم الاسبوع برضو ده ريجيم كامل فيه فطار وغدا وعشاء. يا جماعه كل حاجه فيها قشره فيها سيلينيوم. السيلينيوم ده مادة بتبقى موجودة المفروض بتبقى موجودة في التربة، يعني أي حاجة بتبقى موجودة بتبقى فيها سيلينيوم. أوكي. احنا هي موجودة بقلة دلوقتي في التربة. أوكي. فبالتالي لازم ناخدها كسبلمنت ولازم ناخدها في الأكل بتاعنا. فالكورن فليكس البران فليكس اللونه بني والشوفان مع معلقة فيه. شوفان مع كمثرى متقطعة مكعبات وحليب خالي الدسم كفطار يومي هيديني الشبع اللي أنا عايزاه، هينزل الوزن وهيحسن حاله الشعر جدا. دكتور نانيس انا بشكر حضرتك جدا واستفدنا جدا، واحنا متعودين ان احنا معاكي بنستفيد معلومه جديده كل فقره، فانا بشكرك وزي القمر كالعاده اكيد مستنيك فقرات جديده ان شاء الله. وبشكر دكتور نانيس راجديني استشاري التغذيه العلاجيه عضو الجمعيه المصريه للسمنه وايضا عضو الجمعيه الامريكيه للتغذيه. استنونا ان شاء الله فقرات جديده قادمه من طبيب الحياه، احنا كل يوم معاكم من السبت الاربعاء من الواحده حتى الثانيه دوره، مستنيين كل اسئلتكم. الصفحه الخاصه بينا صفحه طبيب الحياه على الفيسبوك. انتم معكم انجي علاء، الى اللقاء.